ملكة جمال تكجدة، مسابقة وطنية دائب المركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدة على تنظيمها، وقد شهدت في طبعتها السابعة مشاركة قوية لمتسابقات من مختلف أنحاء الوطن. في مسابقة ملكة جمال تكجدة كنت مع 22 متسابقة، وكانت المنافسة قوية وما كنتش متوقع نديها، بصح الحمد لله فرحت بزاف وشكراً الكامل اللي فوتوا عليا، وإن شاء الله نكون في المستوى. كانت حوالي 50 مشاركة من عدة ولايات، شهدنا مع الجزائر العاصمة، ولاية البويرة، تيزي وزوب، بجاية، عنابة، حتى تيسمسيت، يعني كانت من عدة ولايات. واني كانت بالمناسبة نشكر لجنة التحكيم على المجهود والعمل الجبار اللي قاموا به، أيضا يعني كانت فيها عدة معايير ومقاييس من أجل اختيار هذه الملكة اللي راح تمثل إن شاء الله منطقة تكجدة والمرأة الجزائرية، راح تكون إن شاء الله أحسن سفيرة لها إن شاء الله. التظاهرة تميزت بتنظيم نشاطات رياضية وثقافية مختلفة على غرار معرض للحلي وللألبسة التقليدية، إلى جانب عروض فولكلورية لمختلف الطبوع الجزائرية.